أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا بين يومين. نبدأ جولتنا من العراق، حيث أكدت مصادر قيام ميليشيات باختطاف 3 أمريكيين في منطقة الدورة جنوب بغداد. من جهة أخرى، أقدمت الميليشيات الطائفية التي تسيطر على مدينة المقدادية بمحافظة ديالى على إعدام شابين أعزلين في منطقة العزي في محيط المدينة، في حين أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن الخطر ما زال قائما في مدينة المقدادية، وأن من قتل وخطف وفجر الجوامع ما زال يحمل السلاح خارج إطار الدولة وبعلم منها، وطالب بمحاسبتهم. ما زالت ديالى وتحديدا المقدادية ترزح تحت وطأة الميليشيات الشيعية التي تعيث في تلك المنطقة فسادا بدون حسيب ولا رقيب، ولا أحد يستطيع مساءلتها من رأس هرم السلطة إلى أصغر موظف في الحكومة. هذه الميليشيات التي تواصل قتل المدنيين قامت بقتل مدنيين 2 في المقدادية، عدا عن تدمير البيوت وحرقها. رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اتهم الحكومة أنها تعرف هذه الميليشيات ومن يقف وراءها، داعيا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تقديم من يثبت تورطه في جرائم ديالى للمحاسبة. أما تركهم فيعني زيادة القتل والأعمال الإجرامية. هناك مجرمين بعلم الدولة، والذي يقول أن هؤلاء غير معلومين أقول نعم معلومون وأسماءهم موجودة، ويجب أن يؤخذ على أيديهم. أيضا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي أكد أن القوات العراقية لا يمكنها مواجهة الميليشيات الشيعية في ديالى لأنها مسنودة من شخصيات سياسية عراقية نافذة ومن بعض دول الجوار، مبينا أنها تنفذ إرادة إقليمية لإحداث تغيير ديمغرافي في ديالى. وتشهد المقدادية حالة حصار وتعتيم إعلامي منذ نحو أسبوع وسط أعمال قتل وانتهاكات ذات صبغة طائفية، بينما لا تزال الأوضاع الأمنية في مدينة المقدادية غير مستقرة مع تصاعد أصوات شعبية وسياسية تطالب بحماية دولية لمحافظة ديالى. وللمزيد ينضم إلينا نهاد الزين مراسل أورينت نيوز من إربيل. أهلا بك. هل من معطيات حتى اللحظة حول خطف الأمريكيين؟ نعم صراحة، ما زالت الأخبار حتى هذه اللحظة غامضة بشأن اختطاف الأمريكيين في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، لكن هناك تصريحات على حكومة بغداد على دراية بمجريات الأحداث وما تتحقق في هذا الموضوع، لأن هي التي تنفذ عملية القصف في ديانا والمناطق الأخرى. طبعا اختطاف على الجنود الأمريكيين ليس الأول من نوعه، هناك أيضا اختطاف لسياحين قطريين، اختطاف لأبناء السنة، وكأنه سيناريو متكرر في عدة محافظات، لكن الأمريكان ربما هل علم مصيرهم؟ يطالب بهم حتى هذه اللحظة مصيرهم مجهول، ولا لا علم لأحد بمكانهم أو حتى أين يتواجدوا. هناك يعني هناك انتشار كثير جدا للأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد، هناك إغلاق لشوارع رئيسية في العاصمة بغداد، هناك سيطرات وضعت في شوارع بغداد تحت يعني ربما لمحاولة حتى معرفة مصير هؤلاء الأمريكيين، ربما يتم القبض على العصابة التي نعم. ماذا عن الوضع في ديالى وتحديدا المقتدية، يعني في ظل تواصل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات وآخرها يعني قتل شابين؟ صراحة ليس هؤلاء الشابين هم الآخرين، هناك أكثر من 70 شابا تم اختطافهم من قبل سيطرات وهمية وضعت في مناطق المقدادية ومحيط، هناك 70 شابا مختطفا منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة. سبق هذه العملية على إعدام 100 شاب سني في منطقة المقدادية، وتم توزيع جثثهم على مناطق ديالى، وبعدها قامت هذه الميليشيات والتي ترتدي يعني نعتبر أن 70 شابا مختطفا يعني في عداد القتلى؟ بالتأكيد هذا مصيرهم، مصير الذين سبقهم من الشخص الذي تم إعدامهم
هناك ميليشيات خطفتهم حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنهم كسابقهم الذين أعدموهم ووزعوهم على شوارع ديالى، وبعدها قاموا بمكبرات الصوت بتحذير مناطق أو أهالي ديالى على أن يخرجوا من ديالى وتحديدا أهالي السنة، وإذا لم يخرجوا سيكون مصيرهم مصير هؤلاء الذين قتلوهم في شوارع ديالى. فرح ديالى تباد أمام أنظار الحكومة العراقية التي لها دراية وعلم بالموضوع. هناك شخصيات متنفذة تمثلت بهادي العامري رئيس ميليشيا بدر وكذلك أبو مهدي المهندس، هؤلاء هم الذين يشرفون على هذه العمليات الإعدام، عمليات الإعدام الميدانية في شوارع ديالى وليس فقط في ديالى. هناك سيطرات وهمية فرح قد نصبت لأبناء الأنبار قادمين من مدينة الرمادي الذين خرجوا، هناك ما تسمى بسيطرة الرزازة هذه التي تشرف عليها من كل عصائب تخطف الشباب ومن ثم يعتبر. وصلت الفكرة. نهاد الزين مراسل أورينت نيوز كنت معنا من العراق. وإلى اليمن، حيث نجا مدير شرطة عدن العميد شلال شائع من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام بوابة منزله، أدت إلى مقتل 11 مدنيا وإصابة 9 آخرين، في حين حققت المقاومة الشعبية تقدما في محافظة الضالع والجوف. للمرة الثانية خلال شهر كانون الثاني الجاري وبمسافة أقل من 150 مترا، نجا مدير شرطة عدن العميد شلال شائع من محاولة اغتيال ثانية. 11 شخصا قتلوا بينهم أطفال ونساء من المرة، وأصيب 9 آخرون في تفجير وقع قرب منزل مدير شرطة عدن بغرض استهدافه، بعد أن انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري تزامن مرورها مع عدة سيارات تابعة لمدنيين. بينما نجا العميد شائع من الاغتيال بالرغم من وجوده داخل منزله، وهي المرة الثانية التي ينجو فيها من الاغتيال. السلطات الأمنية في عدن وجهت أصابع الاتهام إلى قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالوقوف وراء التفجيرات والاغتيالات في المحافظة التي تعرضت خلال الشهور الماضية لسلسلة من الحوادث الأمنية والعمليات الانتحارية والاغتيال. طالت العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين وفي مقدمتهم محافظ عدن العميد جعفر محمد سعد الذي قضى نحبه مع 5 من مرافقيه قبل نحو شهرين. محللون أشاروا إلى أن هذه السلسلة من الحوادث الأمنية تعزز التنبؤات بأن المخطط ومن يقف وراءها جهة واحدة تمارس نشاطها بشكل مدروس لاستهداف الوضع الأمني وإفشال عملية الاستقرار، وتسعى إلى إرباك الدولة وخلق وضع غير آمن وغير مستقر في عدن خاصة وفي الجنوب بشكل عام، وهو ما انعكس فعلا على بقية المحافظات الجنوبية رغم عدم دخول ميليشيا الحوثي إليها، ولكنها أهملت بفعل انشغال السلطة بملاحقة الجهة التي تقف وراء هذه التفجيرات تاركة محافظات الجنوب عرضة للفوضى، مما دفع سكان عدن وجوارها إلى مطالبة الحكومة بوضع حد لما أسماه البعض الهشاشة الأمنية داخل عدن وتهميش لما حولها. أما ميدانيا قتل 15 حوثيا في مواجهات مع المقاومة الشعبية التي حققت تقدما في شمال المحافظة الضالع، وفي الجوف استعادت المقاومة السيطرة على عدة تلال شرق مركز المحافظة. أما في تعز قتل عدد من المدنيين نتيجة قصف ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح على حي وادي الدحي غرب مدينة تعز بقذائف الهاون. وأرحب بعبد الله إسماعيل محلل سياسي من القاهرة، أهلا بك. يعني كيف تصف الوضع الأمني في عدن في ظل هذه الاختراقات المتكررة؟ بالتأكيد الوضع الأمني في عدن ليس يعني مثاليا، لكنه أيضا يحقق نتائج جيدة على مستوى الأمن وعلى مستوى حتى الوصول إلى بعض المنفذين لهذه العمليات. هنالك نجاحات طيبة في هذا الاتجاه، وبالتأكيد ما زالت المؤسسات الشرطية ومؤسسات البحث ومؤسسات الاستخبارات في عدن
تحتاج إلى بناء، وهو ما هو الآن مستمر في بنائه. ولكن عندما نقارن ما كانت عدن، يعني كيف كانت عدن والآن، فالنجاحات طيبة. الأمر الآخر، نحن ندرك أن هذه الأحداث والحوادث ستستمر، وكلما كان الضغط أكبر على الحوثي وصالح في أماكن القتال والانكسارات ستنعكس بتحريك أدواتهم في المناطق المحررة، ليس فقط في عدن ولكن أيضا في بقية المناطق. وهذه هي يعني مؤشرات على أنهم يعني ربما يعني يسعون إلى استهداف المقاومة. يعني نحن الآن نرى أن كل هذه الاستهدافات لا تستهدف إلا من قاموا بإخراج الحوثيين وصالح من عدن ومن بقية المناطق. نعم. لكن لماذا يعني هذا الخلل الأمني؟ يعني شهدنا عدة محاولات اغتيال حصلت في عدن، يعني من المفترض أن تكون محصنة أمنيا. يعني لابد أن ندرك أولا أن عدن هي بعد حرب شرسة، تعرضت لحرب وهجوم كاسح من قبل الحوثيين وصالح. أيضا ليس هنالك مؤسسات أمنية، يعني ما زالت في طور البناء. وأؤكد على وأعيد على موضوع ما يخص الاستخبارات والبحث والتحري، كانت كلها يعني مؤسسات أو يعني تتبع الحوثي وصالح مباشرة، وبالتالي إعادتها لابد أن تبدأ من الصفر، وهو ما تقوم به الآن السلطة المحلية في عدن. بالتأكيد هنالك تحدي حقيقي في مسألة الأمن، وأعتقد أن هنالك خطط جيدة أثبتت نجاعتها، يعني في تقليل العمليات، في الوصول إلى المنفذين. نعم. فيما تحقق في البريقة مؤخرا من اكتشاف كبير لبعض البؤر لهذه الأيادي الخفية التي أو ما يسمى بالخلايا النائمة والوسائل الأخرى كالقاعدة أو ما يمكن أن نسميها. نعم. القاعدة أو داعش. شكرا لك على هذه المداخلة عبد الله إسماعيل، المحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. في إيران، أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق النووي مع الغرب، مؤكدا أنه يمثل صفحة ذهبية في تاريخ بلاده. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ونظيرها الإيراني في فيينا قد أعلنا أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية عن طهران المرتبطة بالبرنامج النووي، ويطرح رفع العقوبات الاقتصادية تساؤلات حول خيارات إيران مستقبلا على الصعيد الداخلي والخارجي. المزيد في تقرير ساري عبد الحق. عقد الاتفاق وارتسمت الابتسامات واحتفلت إيران وتصالحت مع الشيطان الأكبر، ولم يعد شعار الموت لأمريكا ضمن أدبيات نظام ولاية الفقيه المفترضة، وبات العنوان العريض إيران بلا عقوبات. والآن ماذا بعد؟ ستتيح الصفحة الذهبية كما أطلق عليها الرئيس الإيراني حسن روحاني، ستتيح السماح لإيران بتصدير واستيراد أسلحة مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، بالإضافة إلى أنه سيضخ في الخزينة الإيرانية 50 مليار دولار من العائدات النفطية، وافتتاح شركات غربية في إيران وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد منها وإليها. إلا أن تساؤلات تطرح حول ما إذا كان الاتفاق الأخير قد رفع العقوبات بالكامل أم جزءا منها. الاتفاق لم يجب، وعلى ما يبدو أنه تجاهل أو فصل بين الملف النووي وبين ملف الإرهاب الذي تتهم إيران بتصديره لدول المنطقة. بطبيعة الحال هذا الاتفاق يضع طهران على مفترق طرق وضمن خيارين رئيسيين، إما الانكفاء داخليا واستثمار رفع العقوبات عنها لتطوير اقتصاد بلدها، أو مواصلة التوسع خارجيا واستثمار المال لدعم عسكرها الموزعين في دول المنطقة. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أعلن قبل أيام بأن إيران تنشر مقاتلين لها خارج حدودها يصل عددهم إلى نحو 200 ألف مقاتل، وقد تنعش العقوبات المرفوعة الدور الإيراني خارجيا، وهذا ما تخشاه دول المنطقة إقليميا وتحديدا دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي تزعمت تحالفا إسلاميا قبل أسابيع معدودة وعملت على تضييق الخناق ومحاصرة إيران دبلوماسيا. فهل يشكل الاتفاق الغربي الإيراني ضربة لها؟ وهل حقا قرار رفع العقوبات جاء في إطار التزام إيران ببنود الاتفاق النووي
أم أن هناك ومن تحت الطاولة صفقات سرية بين إيران والغرب لم تتصدر عناوين الصحف ولا شاشات التلفزة، بل ستظهر على أرض إحدى دول المنطقة التي تختال فيها إيران مرحا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن المفتشين سيراقبون منشآت إيران النووية يوميا على مدار الساعة. وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحفي أن طهران كانت تريد التوسع في برنامجها، ولكن الآن قطعت عليها كل المسارات النووية. خلال العقود المقبلة سيتمكن المراقبون من الوصول إلى منشآت طهران النووية، حيث أن الاتفاق سيسمح بتفتيش دقيق لمنشآتها النووية بشكل مستمر. إيران كانت تريد التوسع في برنامجها، ولكننا الآن قطعنا كل المسارات النووية التي تسمح لها بصناعة القنبلة النووية، وبفضل الاتفاق المبرم لن تحصل إيران على سلاح نووي، والعالم بات أكثر أماناً. إلى ذلك، فرضت وزارة الخزينة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها الباليستي، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال كلمته. تناولت العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. الاتفاق النووي الإيراني لم يستهدف حل كافة الخلافات الأمريكية مع إيران، فهناك خلافات عميقة بين واشنطن وطهران لا زالت مستمرة، منها قضايا حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، وما زال لنا عقوبات على إيران بخصوص حقوق الإنسان وبرنامجها الباليستي، وسنستمر في هذه العقوبات. وأرحب بدكتور بشير عبد الفتاح، خبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. أهلا بك دكتور بشير. يعني من الناحية الاقتصادية، ماذا يعني رفع العقوبات عن إيران؟ يعني رفع العقوبات عن إيران من الناحية الاقتصادية، أولا إنهاء العزلة المفروضة عليها من شركات أمريكية ودولية كانت تستثمر في إيران. ثانيا السماح لإيران بتصدير النفط في السوق العالمية وبالأسعار العالمية وليس بأسعار مخفضة كتلك التي كانت إيران تقوم بتصدير النفط بها في السوق السوداء العالمية. ثالثا الإفراج عن رصدة مالية إيرانية كانت مجمدة في بنوك غربية جراء هذه العقوبات، بما يتيح لإيران توظيف هذه الأموال والاستفادة منها بطريقة أو بأخرى. متى برأيك ستستفاد من رفع هذه العقوبات؟ سيبدأ العمل فورا منذ ليلة الأمس على البدء في تخفيض وتقليص هذه العقوبات بشكل متدرج، وهناك مدى زمني يستمر العام كامل تراقب فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسات إيران وتتأكد من مواصلتها الالتزام بتعهداتها فيما يخص تقليص قدرات برنامجها النووي. وبناء عليه نستطيع القول أن في غضون عام ستكون العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران تقلصت بشكل كبير. تبقى هناك عقوبات تتعلق بالأسلحة التقليدية تستمر لخمس سنوات، وعقوبات تتصل بالبرنامج الصاروخي الإيراني تمتد لثماني سنوات حتى يتم الإفراج عنها أو تعليقها بشكل تام. نعم، برأيك دكتور بشير، يعني كيف ستتغير سياسة طهران تجاه المنطقة خلال الفترة المقبلة؟ يعني لا أتصور تغيرا كبيرا إيجابيا سيطال سياسة طهران حيال المنطقة، لأن الإفراج عن الأرصدة المالية وإنهاء العقوبات على إيران لن يغير كثيرا من موقفها المالي، لأن إيران كان لديها اقتصاد موازي، هذا الاقتصاد كان تابعا للحرس الثوري وكان بعيدا عن العقوبات الدولية بشكل كبير، الأمر الذي مكن إيران من أن ترسل 200,000 مقاتل في خمس دول عربية، وأن تضخ مليارات الدولارات في سوريا واليمن وغيرها من الدول العربية، ما يعني أن إيران لم تكن يعني منهكة اقتصاديا بالقدر الكافي برغم معاناة الشعب الإيراني، لكن الاقتصاد الموازي كان يوظف عسكريا بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن إيران ستكتسب مزيد من القوة بعد إنهاء عزلتها الدولية، ستندمج في الاقتصاد العالمي مرة أخرى، تدور عجلة الاقتصاد، تنفتح على المجتمع الدولي،
لكن أعتقد أن إيران تلقت دروس قاسية في سوريا وفي اليمن وغيرها، وهناك توافق إيراني أمريكي على ضرورة عدم استفزاز دول الجوار العربي التي تنقم وتسقط على الولايات المتحدة بسبب إبرام الاتفاق النووي في يوليو الماضي. لذلك لا أتصور أن تغيرات كبرى ستطال السياسة الإيرانية، ربما تنكفي على الداخل في محاولة لاسترضاء الشعب الإيراني وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لأن الشعب الإيراني يئن بسبب العقوبات وإنفاق الأموال في الخارج لأغراض عسكرية. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة دكتور بشير عبد الفتاح، خبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة.